نبات الفرفيش بينبت في الشتاء وبيزدهر وأغلب الناس بتاكله لأنه له فوائد طبية عديدة مذكورة يعني على النت على جوجل، بيقدر الواحد يطولها. وبعدين بعيد عن الرشوش وبعيد عن كل إشي، مفيد للجسم، مفيد للمثاني، مفيد لشغلات كثيرة، لأنه بيعمل عملية إدرار، عملية شغلات كثيرة، سموم الكبد والطحال. أرضنا الفلسطينية غنية بهذه الأعشاب، الكل يعني إن طلع على الطبيعة بوكل منها. هي ما تعتبر إنه إحنا مثلا حيوانات، لا، هاي مفيدة جدا للجسم، مفيدة جدا للجسم. بيحكولوا البيسوم نفس الإشي، هذا نفس الإشي اسمه البيسوم، برضو مفيد جدا للجسم. والمرار وشغلات كثير، يعني فيه شغلات كثيرة، يعني بزيد يناعة في الشتاء.